انا جاي هنا بصراحه عشان اجواء رمضان وكل سنه طيبين، ربنا يعيد علينا الاول بايام بخير. وبصراحه المهرجان ما بتعمل هنا بيدخل على الناس سعاده وسرور بصراحه. انا اسمي مالك وانا بحب رمضان انا اسمي محمد الغريب، جاي هنا النهارده عشان اشتري فوانيس انا واصحابي، ومبسوط جدا بقدوم الشهر الكريم رمضان، والاسعار هنا جميله جدا. ويعني اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا. كل سنه وانتم طيبين. احنا نازلين النهارده الاجواء رمضان دي بتبقى حاجه مفرحه وحاجه مبهجه جدا، والناس كلها مبسوطه والناس كلها جايه تشارك، وجايين كلنا نشوف الفوانيس نشوف الزينه ونفسح اولادنا وكل حاجه، يعني الحمد لله تمام. يعني كل سنه طيبين. اول حاجه بالنسبه لرمضان كريم، يا رب يكون شهر كريم عليكم وخير كده ان شاء الله. واحنا جايين هنا عشان نشتري فوانيس واسعارنا بسيطه. احنا دخلت رمضان طبعا، الجو الاسره المصريه كلها نازله تحتفل وتجهز حاجات رمضان، والبهجه كلها في الشارع الحمد لله. الناس كلها يعني الحمد لله بتحتفل بقدوم رمضان زي كل سنه يعني. وطبعا اشتريت النهارده مثلا الزواج بتاع رمضان، الصواني، العيشات بتاعت العيش، بتاعت التمر، بتاعت البلح، والصوارنا طبعا قبل اي حاجه. يعني رمضان اصلا هو الفرحه والبهجه للمسلمين جميعا وللامه العربيه، ودي مصدر السعاده وبالذات للمصريين، ده اكيد يعني. كل سنه وحضرتك طيب، الاجواء جميله وكل سنه وانت طيب، والجو هنا جميل، والحاجات الحمد لله رخيصه مش غاليه قوي ولا حاجه. اسعارنا النهارده بقى في متناول الجميع، ثم السعاده الاسعار ببلاش، يعني هو معاك 10 جنيه تشتري فلوس عندنا يعني مش اسعار، احنا بص بندمر الاسعار واي حاجه تيجي هنا عليها فلوس الله. جاي هنا معرض اهل رمضان عشان اشتري فوانيس، وهنا الحمد لله يعني الفوانيس في متناول جميع الناس ورخيصه جدا، ورمضان بيبث لي البهجه لكل الناس وبيجي انا بالفرحه والسرور. واشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المعرض الجميل والبهجه اللي بيمثلها كل المصريين، وشكر لكل الناس المسؤولين عن المعرض ده. حضرتك شايف الاقبال كويس، الاقبال كويس ليه؟ احنا عندنا الاسعار متفاوته من اول 25 جنيه لحد 300 جنيه، يعني اي فئه من فئات المجتمع كلها تقدر تشتري من عندنا فانوس.